السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عند أختكم نادية. كما راكم تشوفوا هذا مصروفي تاع اون بو دير كاين اللي تاع اون سيمين وكاين اللي تاع سابو ديغي ان موا. مثلا كيما تاع غسيل سائل الملابس. فوالا الوغ قعدوا معايا ان شاء الله تدو فكرة ومعلومة وتدبيرة لمالا ان شاء الله يا ربي. نبداو بالقوتي تاع وليداتي. الوغ قوتي تاع ليدي هذا المظلوم، مي على فكرة ولا السومة والله ما نجم نقولكم فكرة عندي بصح ما نعطيكش كل ارتيكل اللي تخدم السومة تاعو. المهم اللي هنايا في فرنسا يعرفوا هادو، كاين تاع ليدل وكاين تاع اكسيون وكاين اللي من سا دي با انتر مارشي ولا لوكلير ولا. المهم هذا تاني قلت لكم بيتي مادلين هكا فوري كور دو شوكولا. راكم تشوفوا ولا راني شاريه زوج مع هذا قلت لكم المادلين. وهذه لي كوكي نقولولهم. فوالا هذا تاني كاين اللي يبغيهم كاين اللي لا. الوغ شريت كاع الادواق هادو، شريت زوج من هادو و مارمين صغير يبغي هادو. فوالا كل باكية فيها على ما اظن فيها كل ساشية فيها خمسة، كاينة واحدة زوج كاين ربعة، كاين ربعة ربعة في خمسة كاين عشرين حبة. فوالا انا شريتو هذا راني حاسب بلي تاع اون سومين. فوالا بيبيتو شوكولا اللي نعرفو تاني ما شاء الله في ليدل في التناول الجميع. نجيبو تاني للحلويات لا ليزيور شيميك اوسي، شريت زوج انواع كوكو كذلك لازم يكون في الدار، لازم جيلاتين كذلك يعني حلال، ما هيش مكتوبة بلي حلال كما مشي حلال ما نشريهاش. التحليات هكا ولا الديسير ولا ولا نشري ربعة نديرهم هنا ولا القصرات هكا وتقري سونسيل هذا نو صالي. فوالا راني شريت زوج لاغيكو فوالا فلاجولي اللي دائما نطيبوه صيف وشتاء. الوغ لازم ناكلوه برسك اون فوا باغ سومين، هو والعدس والروز والبوا كاسي توجور هادو لازم ما نقطعوش عليهم. ماشي غير يجي الصيف نروحو ناكلو غير صوالح الباردين، لا لازم هادو فواكه الجافة لازم ناكلوه. هيا وشريت هادو تاني اللي فايدني بالفلوسي اللي يبغي يعمر يدير. فوالا بيبيس كوسكوس، انا في الحق كوسكو دايرينو كوسكوس مي انا نديرو في كاع. فوالا هذا تاني مشماش مجفف تاني ما شاء الله، ثم معقول دار في ليدل. فوالا نشري زوج لو غيزان اوسي تاني دايما نشريه ناكلوه كيما الكاوكاو كيما كيسموه كيما اي مكسرات كيما المكسرات. فوالا هذه هي. وهذا تاني بغيت نقول لكم عليها مليح والله العظيم، تزيدي غير على ما اظن غير الحليب على ما اظن اي كلش هنايا درتو هذا ما سييتوش ما نكذبش عليكم بصح هذا سييتو والله العظيم لا يخرج ما شاء الله. وفين نديرو غير السوائل على ما اظن غير الحليب. هيا اللي هنا في فرنسا ننصحكم تشرو منو هكا كي يكونوا عندكم ضيف جاي على غفله ولا ما يكونش عندكم لي زانكريديان كيما الفارينه كيما فوالا شروه وعلى ضمانتي ولا ماشي على ضمانتي زعما كاع الناس يديروها. هي انا كي جربته قلت والله دائما نولي نشري منه. كذلك صوص طوماط بور بيتزا والله ما شاء الله. انا على فكره نميكسيها
نفرغ كاع هادي لا كانتيتي هادي في بيتون زامبول وندخل الميكسير، الميكسيه تعطيني سائل رطب. و هادشي اللي درتها كيما هكا جربتها بليزيوغ فوا، فيها لي مورسو تاع الطوماط هادوك، هاد اللب هذا تاع الطوماط مخليينه هكا باين. الوغ من نولو هكا نإيطالو في لاصوص فوق البيتزا فوق لاباط، تخسر لنا لاباط، ما يعجبنيش انا ما نكذبش عليكم. وسي شريت هاد المايونيز بالرغم من انها مي صحيه، مي كامام تي اللي يبغيها. فوالا لي زيسبرج وسي ناكلو نموت عليه الصيف وشتا، السلطة ولا كيما هو كيما يبغي الخاطر. هذا تاني هذا اللي قلت لكم ماشي كو بور اون سيمين بلوس، هذا دو سيمين على ما اظن، دو سيمين يكمل صوص طوماطي سي هادي تقعد لي بلوس دو موا تخوا موا. فوالا طوماط كونسونطري حق قليل وين نطيب بيها ما كتبش عليكم. هكا من تكون عندي صوص طوماط قليله ولا ندير مغرف من هادي باش تولي لي، باش ندير بيتزا خلط هادي مع هادي باش تولي لي اللون احمر. فوالا هذا هو المصروف تاعي انا تاع براسك قلت لكم اون سيمين دو سيمين. ثاني هذا الزيتون ثاني السلطه وللبيتزا، القهوه اللي لا يعلى عليها دائما تكون عندنا حاضره في الدار، والسكر طبيعة السكر يكون صحي، هذا السكر اللوغو هذا الاحمر. هاي هذا اللي قلت لكم شريته رجوع على ما اظن لانترمارشي، والسكر هذا اللي ما هو صحي تماما مي كامل نشروه باش نديرو به حلويات ونديرو الكونفيتور. ديجا راني قريب ان شاء الله نصور لكم فيديو نديرو لكم في الكونفيتور ان شاء الله يا ربي. الويل دوليف كذلك على فكرة راه النار 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 دروك. هيا ونرجعو لل نوريكم كذلك شا شريت في هاد الصاكة هادي اللي دايره هنايا، هذا جومبو تاع تاع لاديند تاني مليح للدراري، الكاشير لي فوماج شريت هذا تاع تخوا فوماج، وشريت هذا ايمونتال، وشريت هذا الفرماج تاع شيدر، فرماج شيدر غابي تاع غابي، ان مورسو دو بوغ 250 غرام، الفرماج بوغ همبرغر كذلك راني شريت وحده هادي راه عندي منها، هذا بوغ كروك مسيو هي نفسها، انا كي كروك مسيو كي امبورغر نديرهم في بيتزا ولا نديرهم في لا. هذا تاني كاشير واحد حار وواحد ماشي حار، والياغورت فوالا هذا هو، هذا هو الفيديو تاع اليوم، وهذه هي مشترياتي لهذا الاسبوع. ان شاء الله ما قدرتش نصور غادي في المغازان، خفت يقولوا لي ما تصورش مالي كان الغاشي بزاف، انا قلت حتى كي نجي هنايا للدار ونصور لكم وباش تدو فكره. ما جيسيك الله يحسن العون، واحد الغلا راه باغتو الله يقدرنا هذا ما كان. المهم ما نعطيكش نقول لكم ثاني للسوم شعال، بعد نروح نخملو نروحو لل بوغ للنظافه. هذا ثاني شريتو، هذا في الحق سي لا بروميير فوا جابوه في ليدل، سي نوفو لا ماشي هذا، لا هذا على ما اظن من اكسيون، هذا وهذا من اكسيون، هذا وهذا من اكسيون، هذا الملابس الملونه، وهذا قالك ديتاشون، هذا ماشي اول مره يديروه انا يعني، على هذا جابوه اول مره سي نوفو في ليدل. هي غادي نسيه ان شاء الله وغادي نرجع لكم الخبر. هاي بنا مكتوبه بودغ ديتاشون الاكسجين اكتيف، هذا مداري نغسل منه يشباب مليح كذلك، وهذه لا سوبلين كذلك لا يعلى عنها في الدار، تطلق واحد الرائحه ما شاء الله، كل وحده على ما ادور دير لنا بوغ ان ليتر،
واحدة كيما هذه ديروها في ان لتر دو هي، ونرجوها ونخلطو مليح مليح ونديروها مع الملابس. وانا على فكرة ليل وين نديرها في الماشينة، انا كيما هكا نحل هاد الاخرين هادو كنحلهم قاروت دوك نوريكم. فوالا هاي بينا لك حليتها كيما هكا، شوفوا واحد الريحة راي فيها. انا كيفاش قلت لكم قليل وين نخليهم كيما هكا ونلويها، لازم شغل الكسوة اللي باغي نلبسها غدوة ولا ندير فيها نلويها في هادي الكسوة اللي باغي نلبسها، تلوي فيها هادي دخليها في ديك الكسوة وتلوي. فوالا خليهم اكوتي ان جور دو جور ابا اون دي غير سلتي بيها. والله نضربو كما نقول كل الحاجه زعما هكا اون دوبل، ما غاديش كاين اللي كيما دراوي كيما سرابي كيما شفتو تاع الصيف ضربوك، لازم لازم نعطروهم بهادو. هي ماهو صحيين على فكره، شيمي كلش ماهو صحي، مش هي لا هكا طنزان تاع الواحد يبغى سورتو في الصيف. هادي لا سوكلين من اروع ما يكون، بركه ما شاء الله. غير هاد الكعات غير هذا نديرو في بلاصه هكا حشكم في التواليت ولا في سال دو بان ولا تطلق الريحه، ماشي نقول لك. وهاي من مشا كاتبين قال 30 جوغ دو فريشور. الوغ كيما راكم تشوفوا هذه هي فكره تاع اليوم، هذه هي اقتراحي لكم لهذا اليوم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، اول مره في الحق ندير هذه المشتريات، كنت بين وبين من في شي ناديه، مانيش نحط بزاف فيديوهات، قلت هذا غادي نديرو ان شاء الله في شي ناديه. وزراعة الأسطح نخليها في ميجورني. أي إن شاء الله تعجبكم فكرتي وش يعجبكم هذا شا شريت وشا صورت وشا لا عدروني، ما نطيقش نروح ندخل في المكازان هكا بالتليفون ونصور، نخاف يقولوا لي ستوب مدام ولا هذه هي. إن شاء الله يعجبكم كما قلت لكم، إن شاء الله يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات. الى جي لا قولوا لي لنواصل في هذا المشوار ولا في هذا مثلا مشتريات. وانا في الحق راني باغيه انني شاك سيمين راني نروح المكازين ونوريكم كاع ان شاء الله، نولي كل خطره نوريكم الاسعار وكلش. هيا هذه غير بلا خضره بلا لحم بلا والو، اللحم ولا اللحم شريت غير هاي هذا الكاشير، وشريت هذا الجامبو هذا تاع الدراري هكا يدوه اللي يكون هذا ما كان. ان شاء الله هذا ما كان توجور نقول رضاو عليا ورضاو على التسويق. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.